And we are live. على سلامتكم، نحب اليوم نرحب بضيوفي الكرام. نحب نرحب بأمل من مونتريال، نحب نرحب بسالي من كاليفورنيا، نحب نرحب بساريا حبيبتي ساريا من تورونتو. نعرف بنفسي أنا مدام بربا. نرحب أيضا بجميع الفولورز اللي تابعوني على صفحتي في فيسبوك، ونرحب أيضا بجميع الفولورز الضيوفي اللي معايا اليوم. أنا مدام درة، عايشة في مونتريال، أم لطفلين، وعايشة في مونتريال هذه في كندا تقريبا 26 سنة. الباكراوند ديالي الباكراوند نتاعي محاماة، ولكن اشتغلت في ميادين كثيرة هنا في كندا. اليوم نحب نحكيو على فرصة أعمال رقمية عبر الإنترنت، بلاتفورم ديجيتال اللي تمكن بزاف الناس، سيدات كانوا أو رجال، من كسب المال عبر الإنترنت يعني من أي مكان في العالم. يعني the world become your office. فنرحب ظروفي مرة أخرى، ونعطي الفرصة الكلمة لأختي أمل تعرف بنفسها. مساء الخير على الجميع، أنا اسمي أمل وأصلي من الجزائر. نشتغل في شركة لتسيير العقارات التجارية، مقيمة في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك في كندا. هاجرت مع عائلتي مع زوجي وابني المراهق منذ سنوات، ومن أجل كما كل المغتربين تحسين الأوضاع ومن أجل الاستقرار ونحسن ظروفنا. هذا مكان وهذا مكان. شكرا أختي أمل. نعطي الكلمة لأختي سالي. عارفنا بنفسك. شكرا يا دورا، اهلا اهلا بيكم كلكم، انا مبسوطه النهارده اكون معاكم. انا اسمي سالي، انا مصريه عايشه في كاليفورنيا هنا بقالي حوالي 9 او 10 سنين. انا زوجه وام، عندي ولد وبنت تينيجرز. الباك جراوند بتاعتي هيومن ريسورسز، انا بشتغل اناليست في الهيومن ريسورسز، وقبل ما اجي امريكا كان المجال بتاعي كله في السياحه. وانا كمان ديجيتال بزنس اونر. شكرا سالي. نعطي الكلمة أختي ساريا. برا thank you so much، شكرا كثير دعوتك على الصفحة اليوم، وشكرا لكل المتابعين لك على الصفحة. وأنا كثير أنا كثير مبسوطة عن جد إنه شايت فيكم بالصبايا لايف اليوم لنحكي عن هالأوبورتيونيتي. مرحبا جميعا، أنا ساريا، أم لثلاث أولاد كندية من أصل لبناني. بشتغل از اوفيس ادمنستريتور، عندي بزنس باك جراوند، وعلى بدايه البانديميك بلشت ماي اون ديجيتال جورني بالاونلاين سبيس. عملنا الاونلاين بزنس انا وزوجي علاء الدين، وكثير مبسوطه اكون معكم دره اليوم. ان شاء الله كمان اقدر ازيد اضافه على الصفحه عندك لتساعد الناس اللي عم بيتسمعوا ياخذوا فكره اوضح عن شو عم نعمل نحن اليوم. شكرا كثير حبيبتي ساريا، مبسوطه اليوم اللي استجبتوا لدعوتي في الحقيقه. I'm so 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 excited. It's a great pleasure for me. دونك اليوم نحبوا نحكيوا على هذه الاوبورتونيتي، هذه الديجيتال اوبورتونيتي. علاش اخترنا يعني why to create هاد ال why to become business owner، يعني علاش قررنا إنه ندخل في هاد المجال ديال الأونلاين. أنا بالنسبة لي في الحقيقة كنت يعني عدة سنوات اشتغلت في التراديشنال، يعني يعني في الدونزامبي في ميادين عندي عديدة في البنوك أو مع محامين أو في الدومين إيموبيلي، ولكن لظروف خاصة يعني ظروف عائلية في الحقيقة الواي تاعي it's my kids. فقررت أني نخرج من الأوفيشنال من التراديشنال أنني نخرج نولي أوتونوم، يعني ترافايور أوتونوم، وكونت البزنس يعني مشروع خاص بي.
واشتغلت عليه مدة 5 أو 6 سنوات تقريبا. والفرصة هذيك أتاحت لي أنني نكتشف هذا لو موند دو لونتربرونيا، كيفاش الإنسان أنه يقدر العمل الحر، يعني لي زافونتاج تاع هذا العمل الحر كثيرة كثيرة بزاف، بالنسبة خاصة للأم، خاصة للأم اللي تبدا عندها أطفال، تبدا وحنا في غربة يعني ما عندناش السبورت، يعني ولا ما عندناش العائلة اللي باش تنجم تساندنا، ما عندكش أمك، ما عندكش أختك، ما عندكش خالتك، ما يعني tu portes le chapeau de l'éducatrice, la maman, la professeure, يعني حضور قوي بزاف وجيستيون تاع ستريس كبيره بزاف، كبيره برشا بالنسبه للام. فما نكذبش عليك لما اكتشفت هذا البزنس ديجيتال قارنت، يعني حسيت انه سي لا ميور بلاس ديجيتال بصراحه او موند، لي زافونتاج ديالها كثير بزاف، البادجت اللي تحطه يعني باش تانفيستي فيه يعني لا مقارنه بمجال انك لما تحب يعني تعمل مشروع خاص بيك، وهذا كله اللي عندك برودكت، يعني ما عندكش برودوي بور جيري، لا عندك افونتير، يعني مجرد تليفون ولابتوب اند يو كان ورك. فالفليكسيبيليتي والفريدم انه يعني بلاتفورم تنجم تخليك يو كان ايرن موني فروم اني وير، يعني هذا اللي في الحقيقه اللي دفعني لهذه الاوبورتونيتي هذه، وحبيت يعني الفولوز والناس اللي تابعونا والناس اللي يسمعونا يكتشفوا هذه الاوبورتونيتي، يكتشفوا هذه الفرصه هذه، لانها حقيقه فرصه، يعني الويبينار ماهوش طويل، تاخذ من وقتك يعني دقائق معدوده في حياتك وتقدر تغير حياتك الى الافضل. فهذا اللي خلاني ندخل لهذا البزنس، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعني الحمد لله جو نو ريغريت با، وان شاء الله ان شاء الله الناس يعني ان شاء الله نحاول اني نعاون الناس اللي عاش نفس الظروف اللي عشتهم انا، ونعاون الناس هذوما، هذا هو الهدف نتاعي. فنعطي الكلمه لاختي امل، لو كانت تفسر لنا شنو اللي خلاك تدخل لهذا البزنس هذا. في الحقيقة الأخت درة يعني تكلمتي بطريقة يعني تمثل تماما نفس الأشياء اللي أنا شخصيا دفعتني أني ننطلق في هذا المجال اللي هو إنشاء مؤسسة رقمية خاصة بي. فكما سبقت يعني أشرت، فإني عندما هاجرت أنا وزوجي وابني هنا إلى كندا، يعني كان عندنا طموحات، عندنا أشياء كنا حابين نحققوها، وكنا نظنوا أنه يعني الحياة نوعا ما سهلة، يعني راح نتحصلوا على عمل، راح العمل اللي يسمح لنا أن يعني نعيشوا بطريقة مرتاحة ونحقوا أهدافنا وطموحاتنا اللي جينا من أجلها. ولكن كما نعرفوا كامل الحياة في شمال أمريكا غالية جدا، يعني واضطرينا أنا وزوجي ولينا نشتغلوا يعني ساعات طويلة، نبقوا بعاد على العائلة، على ابننا الوحيد اللي راهو في حالة يعني دخل في سن حساس وسن المراهقة، يعني في سن الأطفال يحتاجوا للرعاية، يحتاجوا للمرافقة، يحتاجوا للحضور تاع الأولياء. اكزاكتومون. فصبت باللي شفت باللي وليت نقضي وقتي أنا وزوجي في العمل يعني، ونغيبوا ساعات طويلة، وفي النهايه يعني كل هذا من اجل اننا ندفعوا الفواتير، يعني ما كناش نقدروا يعني كل هذه التضحيات وكل هذا يعني اخرتها انك تروحي تدفعي بهم فواتير وتقعدي، يعني ما قدرناش نحققوا الحاجات اللي حبيناهم، ان نعملوا مشاريع اخرى، نكتشفوا دول اخرى، نسافروا. فمع وبعد أزمة الكورونا شفنا كيفاش العالم كله توقف، كان في عزلة تامة، وبفضل الانترنت سمحت للعالم أنه يقعد على تواصل، الدراسات تستمر عن طريق الانترنت، الشركات قدرت تعمل وصديق وتتطور وتزدهر. فعرفت أنه الحل موجود في الانترنت، فبحثت على حبيت نبحث على دخل اضافي يساعدني ويساعد عائلتي. ف
فتلاقيت مع الإعلان تاع شقيقة صارية، إن شاء الله نكون نطقت مليح أزوك. شقيقة صارية. ضبطت معي ضبطت. فتلاقيت معاها وعرفت باللي هذا الإعلان في الحقيقة كان يجاوب على كل الأشياء اللي كنت أنا نبحث عليها، يعني ممكن أنه ساعدنا في دخل إضافي، ما يعني يطلقش حسيت في حسيت انه عندك حل في كل هذا. الأشياء اللي أنا نبحث عليها. ما فيش ستادير المبلغ اللي تدفعيه يعني باش تنطلقي في المشروع تاعك ما راهوش غالي كتير مقارنة مع أي مشروع آخر. فيه الفليكسيبيليتي يعني المرونة، تقدري تشتغلي من أي مكان، تقدري أنت وحدك تخصصي البرنامج تاعك ساعة أو ساعتين في النهار يكفيوك، أو أنت اللي تقسمي وقتك على حساب أولوياتك وعلى حساب أنت واش تحبي. ففي الحقيقة ساعدني كتير وتحمست وما ندمتش، ندمت لأني ما تلاقيتش به من قبل، نفس الشيء. ولكن في الحقيقة أنا فرحانة كتير. وكما قلت عنده بعد إنساني، لأنه كتير من الناس راهم يعيشوا نفس الظروف اللي رانا احنا نعيشوا فيهم، خاصة المهاجرين، يعني خاصة خاصة اكزاكتومون اللي كيما احنا. فلأنك تحبي تساعدي ولا تمدي اليد المساعدة وترشدي الناس وتعاونيهم وتحسني، يعني تكوني سبب في تحسين ظروفهم، يعني يحقق لك جانب من الرضا للنفس فوالا. شكرا أمل، شكرا. نوجه الكلمة لأختي سالي، سالي من مصر. قلنا سالي حبيبتي، شنو اللي يعجبك في هذه البلاتفورم وعلاش دخلتي لها؟ اللي عجبني حاجات كتير قوي قوي، يعني الحلقة دي مش هتكفي، بس اللي خلاني افكر في حاجة تانية، زي ما قلت لكم انا موظفة في الهيومن ريسورسز، انه انا دايما دايما انا مقتنعة من قبل حتى ما اشوف البيزنس ده، انه يعني having your own business، انه عشان حد يكون عنده بيزنس حر او خاص بيه this is the way to go. انا بشتغل وجوزي بيشتغل واحنا الاثنين يعني اشغالنا محترمه ودخلنا برضو كويس وكل حاجه، بس انا عارفه ان انا بدفع مورجج بتاع حد تاني، عارفه ان انا بروح الشغل احط 9 10 ساعات بحقق حلم حد تاني، فعمري ما هخرج بره السيركل دي غير لو عملت حاجه مختلفه ليا. فكنت بفكر في الموضوع ده من زمان ومش عارفه اعمل ايه، لانه انا ما عنديش كاباسيتي ان انا اعمل حاجه فيزيكال، يعني بزنس اوف لاين خالص، العمليه دي كانت مش وارده يعني. فحاولت ادور على حاجات اونلاين. الحاجه المين لما جيت امريكا هنا، زي ما انتم عارفين انا عايشه في كاليفورنيا، وكاليفورنيا غاليه جدا. انا عارفه انه نورث امريكا كلها غاليه، بس كاليفورنيا من الولايات التوب يعني most expensive، فغالية جدا، مستوى الحياة غالي جدا، فكل اللي احنا بنعمله بيروح، يعني بيروح. فلما قعدت افكر بقى، انا بلانر، انا ما بحبش افكر وابص تحت رجليا، انا احب ابص كده اديني 10 15 سنة كده جايين. كتير. فقعدت اقول هو ده الريتايرمنت ولا ايه؟ يعني ده لازم بقى نجيب كابل تاني غيرنا انا وجوزي يشتغل معانا عشان يبقى عندنا ريتايرمنت. ف I kind of يعني I thought in the future انه مش هينفع نشتغل لما يبقى عندنا 65 و70 سنة عشان ندفع فواتير، فلازم نعمل حاجة دلوقتي واحنا شباب علشان نقدر يبقى عندنا another يعني stream of income. هاستل، يا الحاجة التانية كمان، ولادي هما الاثنين تينيجرز، وبنوتي اوريدي داخلة الجامعة السنة دي، وابني خلاص برضو هيحصلها، فالاثنين هيبقوا باك تو باك في الجامعة. وانا برضو الكالتشر بتاعتنا كعرب احنا بنوقف دايما ولادنا على رجليهم، انا مش عايزة، انا عارفة كويس جدا ممكن يروح ياخدوا لون ويطلعوا ويشتغلوا ويسددوا، انا مش أي. حابة ده لأسرتي، انا حابة اسبورت ولادي لغاية ما يقدروا يقفوا على رجليهم بشهاداتهم. هذه احلى، سامحني سالي، هذه احلى هديه يعملها الولي الابن طبعا في الغربه، انه ما يخليهش يدخل في الـ تخلي ولادك ده فيه، لانه انا بشوف ناس كتير بيقعدوا سنين يدفعوا في الستودنت لون في بال10 وال15 سنه. فطبعا ده وكلنا عارفين الجامعات غاليه ازاي، فطبعا ده كان برضو سبب رئيسي بالنسبه لي غير الريتايرمنت. والسبب الثالث ان انا كلنا بنحب اسرنا، انا كمان يعني ربنا مديني نعمه ان والدتي عايشه معايا، انا ما بلحقش استمتع بيها، ما بلحقش اقعد معاها، لان انا بشتغل 10 ساعات في اليوم. فطبعا يعني الناس في سن ليها روتين معين، فنفسي اشبع منها، فبرضه الوظيفه مهما كبرت وترقيت فيها هتفضل واخداني من اسرتي. فبحب السفر، بحب حاجات كتير قوي يعني. فطبعا قعدت ادور كتير قوي اونلاين، وكنت خايفه بصراحه، يعني كنت خايفه يضحك عليا، كنت خايفه حاجه تبقى سكام حاجه يعني.
فكان عندي برضو لسته كده يعني لازم تخوف اوف انه لقيتها كلها في البلاتفورم دي، لدرجه ان انا ما شفت الاعلان قعدت مش مصدقه نفسي فتره كده، ودخلت دفعت الممبرشيب ال 149 وبرده حسيت ان انا يعني this is so good to be true يا جماعه، يعني مش معقول كل ده بس بالمبلغ ده. ف I researched و I jumped all in، وبقالي سنه في البيزنس دلوقتي و I cannot be happier. ويعني نفسي كنت اعرف البيزنس دي قبل كده. يعني الكل نقول نفس الشيء. Yeah, I even became a better person. يعني on the personal level انا نفسي بقيت احسن بكثير من قبل كده. تطور ذاتي كبير بزاف يا يوقع. Yeah, get over your fear and jump in. You're not gonna regret it. Thank you, Sally. Thank you. حبيبتي ساريا. درة يا درة. درة خليني أنا أعرف عن حالي. كيف بلش هالبزنس؟ صارني تقريباً almost 3 سنين. عندي بزنس باكراوند مثل ما قلت أنا وزوجي. قبل ما نجي على كندا كان عنا our own business. وكانت دايماً فكرة الأونلاين سبيس تلمع بعيوني. يعني عارفة إنه البوتنشل هونيك بس ما عندي خبرة بالأونلاين سبيس درة. فيزيكال سبيس يس عندنا خبره، بنعرف كيف نعمل بزنس بلان وكيف نبلش ندرس بزنس ايديا، بس كيف بدي افوت انا على الاونلاين سبيس؟ كيف بدي اعمل ويب سايت؟ شو هو البرودكت اللي بدي بيعه؟ كيف بدي اشحنه؟ مين هن شو هو السوق تبعي؟ كل هالتفاصيل كانت اوفرويلمينج. كانت عيني مفتوحه عليها بس مش عارفه منين بدي ابلش وكيف، واعمل ريسيرش وارجع اوقف. الحقيقه هو مثل ما قالت سالي، مثل ما قالت امل، مثل ما انت بتعرفي دورها كمان، خصوصا على هالبلاد كل شيء مأمنك، بس كموظفه اكثر ما بتعملي انكم اكثر ما بتدفعي تاكس، وبتلاقي حالك عم تركضي ما في تطور. حتى لو جيتي عندك طموح كبير وبدك توصلي، يمكن ببلاد الخليج او ببلادنا بتقدري تكبري ضمن وظيفه، توصلي تطوري حالك، تطور معاشك، تقدري تعملي جود ريتايرمنت، لانه ما في ضرائب بتدفعي مثل ما بتدفعي هون بهالبلاد. فكان انه فكره انك انت تطوري حالك ضمن مؤسسه، قد ما توصلي تكبري حتحسي حالك بالنهايه مثل الوقت اللي عم تعطيه مش ورث الريورد اللي عم تاخذيه. كان بدها بزنس وانا عم اشتغل هون فول تايم از اوفيس ادمنستريتور، فما كان كمان سهل انك انت تضحي بستيبل انكم، بدك شيء اساسي يكون بوسيبل مع هذا البروفيشنال مع هالشغل اللي عم بشتغله. وشفت هذه الاوبورتونيتي عجبني فيها كثير، انه system is built in a very very smart idea. أول شيء لتقدر تنجح بالأونلاين سبيس، أنا كانت فكرتي أنه بدي لاقي شيء product high end product، ما بدي أشتغل بأي product أعطيه effort ووقت ويعطيني pocket money. ما بدي أفتح أونلاين ستور تير محلتي يمكن صغير أونلاين ستور وأشحن أقعد كل النهار communication مع هالزبين، لا أشحن قطعة تير لأعمل لي $50 أو $100 pocket money. It's not that what I was looking for. I was looking for high end products. I was looking for a system built where I have technical support. لأنه أنا I'm not a tech savvy person. ما كان بدي ما فيي يعني ما I stress out on the details. ما بلاقي بدي حدا بدي support بالباك أند يشتغل لي بصص كل شيء technology. وبدي شيء ما ياخد وقت كمان، لأنه بالنهاية أنا كمان مثل ما قلت جيت تحمل الشفو كله على راسك، أنت عم تعملي كل شيء، عندي 3 أولاد، فبدي كمان شيء ما يأثر على الكواليتي تايم اللي أنا عم أقضي مع عائلتي، شيء ما كتير يستهلك وقت. وكان هذا الشيء جواب على كل هالأسئلة. يعني أنا لما حضرت الويبينار وشفت أنه professional عم بيعملوا، في ناس عم بيتركوا أشغال النيرسز ولا إنجينير عم بيتركوا they could do their job to do this business، فهمت أنه هالpotential تعول البزنس كبير. يعني أنا ممكن أعمله full time، ممكن يكون هو العائد الوحيد اللي فيه بلش as a plan B يصير plan A. وهذا الشيء اللي صار، أنه أنا خلال سنة ونص بملش هالبزنس تعدى العائد الحمد لله تعولي العائد اللي بعمله as a full time employee. والأحلى من هيدا كله ضرة، نحنا تيجي لهون بضل روحك معلقة بأهلك ببلدك، لو شو ما كانت الظروف اللي دفعتك تهاجري بضل عندك هالأمل أو هالحنين إنك تنزلي تزوريهون أو ترجع تنزلي بيوم الأيام تعيشي ببلدك. فكان بدي الشيء إنه أنا أقدر أسسه أونلاين لأخده معي، وكان كمان هيدا هالفرصة هي الفرصة اللي حققت لي هيدا الشيء. ومش انه اكيد مش بليله وضحاها، مثل ما قلت لك اخذ وقت بالبدايه، بس خلال انا 7 أشهر صرت كوتش وصرت ساعد ناس اكثر يعملوا هذا البزنس. بفضل هذا البزنس عم بقدر انزل كل سنه على لبنان انا وعائلتي 5 أشخاص، نزلنا هذيك السنه والسنه نازلين. واكيد هذا الشيء ما كان مستحيل لو كان بس عائد من وظيفه، صح؟ فانا بقول لكل حدا عم يتسمع درجه
كل حدا فيكم هون عنده. هلا انا ما حكيت كثير عن الواي تبعي لانه الصبايا كفوا وفوا، حابه كنت شوي ادوي اكثر على البوتنشل بالبزنس. كل حدا عم يسمعنا، يمكن المهاجرين بالذات they can resonate with us، بيحسوا باللي نحن عم نحسه، بيعيشوا اللي نحن عايشينه. فاذا عم تدوروا على شيء تقدروا تبلشوا، ما عندكم خبره بس عندكم رغبه بالتغيير، وعندكم رغبه بكون وجايين باوبن مايند، بفكر مفتوح يكون تتعلموا وفهمانين الفاليو تبع الاونلاين سبيس، انه شئتوا ام ابيتوا، بتحبوها او ما بتحبوها، ما عادش في رجعه لورا، صارت الاونلاين سبيس هي الفيوتشر. هيدا السيستم بيساعدكم تلتحقوا فينا، نحن موجودين، المنتورز موجودين يساعدوكم. المهم انتم تكونوا عندكم رغبه وحاضرين لتتعلموا، جايين بفكر مفتوح وفاهمين انه هذا بزنس مش وظيفه، كمان جايين بفكره الانفستمنت. ومثل ما قلنا لكم الانفستمنت كمان في كثير اشياء مقبوله، مش انه يعني الدليل انه في كثير ناس يمكن عم تشوفونا وعم تشوفوا غيرنا عم نحكي عن عم نسوي لهالبزنس، في كثير ناس عم يلتحقوا لانه في استراتيجيز لمختلف الناس بمختلف الرؤيه تاعيتهم. مهم تاخذوا الخطوه الاولى، تشوفوا الويبينار لتقدروا تفهموا اذا هذا الشيء لكم ولا لا. ما بدي اطول اكثر من هيك، انا دراها طولت يعني عليكم. حبيبتي ساريه، شكرا شكرا لكل هذا التفاصيل، والف مبروك. يعني الباركور ديالك غني عن التعريف الحقيقه. حبيبتي الحمد لله. حبيباتي شكرا شكرا كثير انكم استجبتوا لدعوتي اليوم، وان شاء الله يا ربي يعني اللي يحب يكتشف هذه الفرصه، هذه الاوبورتونيتي هذه، يعني ما عليه الا يتصل بينا ويتصل بوحده فينا، ويعني اتس فري الانفورميشن اتس فري، اند لما تقرر then you can pay you decide to pay، يعني تقرر انك تخلص ال 149 to have for 3 hours you have all the details. So نشكركم مرة أخرى، وإن شاء الله يا ربي نتلقاكم في فرصة أخرى. شكرا 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 يا دورة، شكرا 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 للجميع. مع السلامة.